هو قيدوا البث مقيد بالنسبة إلى بعض المشاهير، قد يجدها بعض المشاهدون غير مناسبة. خرب يومك الصيني، خرب شاربك الصيني، خرب شاربك الصيني أبو البرنامج. شنية المواضيع اللي يجدها بعض المشاهدين؟ شنية هاي المواضيع اللي يجدها بعض المشاهدين؟ خرب شاربك الصيني أبو البرنامج، واحكي بكل المواضيع براحتي، بس أبو شاهين من يحكي قيد البث. خرب شاربك الصيني، إذا أنت رجال سد اللايف. يلا يلا أنا على أبوكم لا بحتى البرنامج الصين شادين عداوة وياي، مع احتراماتي للطيبين باللايف. اش تحكي موضوع وقال لك مقيد من بعض ال... يلا أنا أبو شاهين ابن الناصري وهاي جقارتي بالبث، إذا ترجع سد الصفحة سدها ولك سيدها كافة مللتنا مو عيب. قصص جاي نسولف، شنو هي المواضيع اللي يجدها بر شنو المواضيع؟ نيها فقر، كل ما تحكي لك سالفة وتعال قيد اللايف راحت الشبكة. انا اليوم اريد اسد الحساب، اريد الحساب ينسد. يلا ولك انا ابويا بعظمته ادخن قدامه وانت ما ادخن قدامك ومحترم نفسي جاي سولف انا وربعي، تقيد اللايف على الحكي، تقيد اللايف على الجقارة اذا انت صدق بسوي البرنامج. يلا كافي موهب، ابويا بعظمته ارفع الجقارة قدامه. شفت شباب شلون راح القيد؟ ما يمشون الصين الا بالعين الحمراء، مو انا احكي واقول ما حد يصدق. اي والله مو نحكي احنا، ولا كان عبالك من هاي العالم اختل ورا اللايف ودخن؟ يعيط باللايف صاير اسد ومن يجر جقارته يختل؟ لا والله انا اللي حطها بوجهك. يلا قيده قيده فقر قرنيه دنا على طلع على روحك. سويت هالبرنامج وسودنت العالم، حارة العالم شو تسوي من مواضيع، بس يريد يتش بس يريد يتش اشكال المواضيع سو شبيك اريد تش. يلا موضوع طابين بقصة والجو محترق والعالم تفاعلات، ينزل اللايف من 4000 الى 1900 اثارة بعض المواضيع. يا مواضيع ولك هاي الاثارة ابو شاهين، وكل العراق يعرف ابو شاهين يسولف ويضحك، يريد يضحك ربعه وجمهوره. العالم كاتلها القهار، شوية يباوع يضحك الفراسه وينام مرتاح متونس، ينام ضحوك. ليش تريدنا ننام متكائبين؟ شاربك أزين اليوم. يلا مرة قلت للصيني بالبرنامج قلت له شاربك أزين دز لي أمير، يقول أشكرك بث مقيد. أي طب مرض خليه يقيد. ها خليه يتقيد، خليه يتقيد ألف سنة، وإذا سنة وسنتين وثلاث عيب عيب. احنا جنسوليف ونضحك، شعب جريح، شعب مريض يريد يسوليف يضحك. الضحك انحسدنا هي بالصوت مو كافي، عيب. ملينا ملينا والله ملينا. اي والله يا فاروق طالع لي صيني هطويلاته سوى برنامج سودان العالم بي، انا كابوسك ولك الصيني وانا اللي راح اسودنك. احنا شعب جريح، هم الصيني يعرفون يعرفون، هو يعرف احنا مهمومين وعندنا مشاكل عائليه وعاطفيه وفاقدين شهداء وعندنا ناس بالسجون وناس انفقدت بالحرب. هي هالضحكه هاي ساعتين ثلاثه من دون العالم كلها 7 مليار موجود بهالبرنامج، الا ابو شاهين يجي يثير المواضيع الاجتماعية. ولك يا مواضيع هاي حط ويلاتك، سيارتكم تحمي، صراصر تاكلون، ضفادع تاكلون، كورونا طلعت من عندكم، دمرتونا، لعبت بينا لعب، جبتونا هذا البرنامج على مود نسكت على ملاعيبكم التعبانة نلتهي بيه. ترى الخطة مال البرنامج اعرفها وليك الصيني،
كورونا طلعت من عندكم وعلى مود العالم ما تقب عليكم ويشبعوكم نعل حش السامع سويت لهم برنامج يلتهون بي ذب الأسد ذب الحوت ذب هاي السوالف حتى العالم تلتهي التهت العالم وطببتوهم بدوامة ونسينا المصيبة اللي سويتوها بينا مالتكم بسبب أكل الضفادع خليتونا خاتلين بالبيوت 7 أشهر إلى 8 أرقى شخصيا قلب مضمت لابس كمامة بالشارع بسببك أنت لهطويلاتك بعد ما نسينا وضحكنا وسولفنا وتعودنا وصار عندنا جمهور بالبرنامج قمت تتهنبل علينا تقييد إنه بيدز لي إميال قلت له شاربك زين يقول شكرا يعني تريد تحلقني ببلاش زين هذا شو تحط له ويطيب شباب اي والله شو تحط له ويطيب ولك ابو شاهين صار براند تب كيف سد البث سد البث افتح له صفحة انه بهذا الالماني باوي عليه يا ابو شوف هاك اخذ التليفون تعال تعال اخذه تعال اخذه خرب شاربك اذا صدق تعال فقر تعال حط ذانا جوه تفضل البث مقيد 10 دقائق خلي يتقيد سنة وسنتين وثلاث يمكن أن يضرب صحتك لا إهابة يعني الجيجارة تضرب صحتي والثلاث أوبر اللي بسببكم ضربتهن شين ذني أوبر مال فتنس مال حديد يطلع عن عضلات 3 أوبر ضربت بسببكم 7 أشهر لابس الكمامة أثير عليكم الرأي العام فقرية تقوى سيارة عندكم الشيري وتحداها توصل لأربيل بديالة تقوم هيك تسوي بديالة بس تعبر السيطرة هيك تقوم بس تعبر السيطرة مال بوب الشام هيك تقوم تسوي سويتوا لنا هالبرنامج وخليتوا الأخ يكره أخوه والرجال يطلق زوجته والزوجة تكره زوجها ما أريد الأطفال أريد أطش وذاك حياتي حلوة كانت أقعد بالسبعة الصبح أطلع على باب الله وأرجع جايب لقمة العيش هسه أنت حفاضات وحليب دعوفين مؤلفة تحب بوجهة أريد أطش أريد أصير مجؤور والصديق يحارب صديقه واللي طلقها فضحها واللي طلقها فضحته كله بسببكم امين اجتها امين طلع الصوايحنا ولك مو بسببكم ذب الاسد ذب الدراجة والتناقر نص الاسد زارقه بجيبك ينزل الاسد التناقر نصه كله بسببكم نيهاو كومستكم هسه جاي عليه يضر بصحتك الجقارة ولك بيوت انهجمت بسبب برنامجكم ملك المرأة عاف زوجها الصديق عاف صديقه ابو الشغل عاف شغله قام يفتح لايفات زين ابو العائلة الجهال متيهم متيه الجهال خول حب صار دقمة وتدوسها بسببكم بس تشوف وحده وعجبتك بالبرنامج كتب طب كتب لها اقسم بالله احبك حلفان كذب ناس راحت بيها بسبب برنامجك ومن المستفاد مستفاد التلي هطويلاتك هطويلاتك وكلكم تشابهون ما تنمر على خلقة الله بس اريد قضبة بيكم منو اريد قضبة بيكم منو اللي صنع البرنامج اقسم بالله يا شباب اللي صنع البرنامج ادعاها مستديمة صنع البرنامج بسبب التنمر يعني أهله يتنمرون عليه استغفر الله حش خلقة الله يعني الله بالي الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم به قاعد على عربانة لا ايدين ولا رجلين أخوتي يتنمرون عليه مرة ما حد يطيه سوى تمرض نفسيا تمرض نفسيا وصار جرثومة علينا قالاني اللي أسوي شيء أخلي العالم تطلب رضاي وما تدخن قدامي يا بش راح يسوي هذا البرنامج